ستكون أنت من سيقتلني. دائم والله. بإمكان العار الذي سببه عدم اتباع سيدي إلى الموت أخيرا. كاكوغو. أقدر أستدرج للديسم المهجور حتى هذا الجراح يجرع عليه تجارب ويبهذله. ديش 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 والله تعجبك الحركة. شوف 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 شوف. ليش؟ لا ليش؟ السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اهلا بكم قناة العاب خنفشارية وراكية. مرحبا بكم بالحلقة رقم 28 من اللعبة الخنفشارة سيكيرو شادو داي توايس. ان شاء الله بحلقة اليوم راح اشرح بعض الادوات، لان جالي تعليق من داينا سام، عذرا اذا نطقت الاسم غلط، بانه اشرح الادوات. هذا الحكي كان المفروض يعني مو هسه، بس يعني شلون فاتتني والله، لان هي بلوت جاي يشوف لوت هناك. وين هذه المنطقه؟ المنطقه وين؟ يب شف شف شفت المنطقه شفتها. المهم يعني شوي ملتهي بالامتحانات، واصلا اللعبه كل شوي اشوف شيء جديد والتهي بيه. لا نايس نايس لوت بين شي ثمين، لان هاي المنطقة كلها متروكة لهذا. نص سيمبو السري، كتاب اسرار يهب القدرة على تعلم مهارات طريقة سيمبو، اتقن اتباع معابد سيمبو الفنون القتالية، سعي للعفه، امنوا بان قدر المرأة اساسي لدى حرها على روما سيطرها بغير ميتين على معبد سيمبو، وذلك ادى لافساد تعاليمهم بطريقتهم. طريقة هذا الكهنة تم افسادها بسبب رغباتهم بالخلود وهيك كلاوات. اوكي شيش، هل هذا هو؟ هاي ماكو شي يعني قدامنا. واو ياب 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 نرجع. عندي والله هواي موارد فراح اطورها اليوم، وعندي اصلا هواي فلوس. ايش قد؟ 13000. اوه ياب منطقة، ياب شو اسمه جديد، مهارات جديدة اللي هي هاي فنون المعبد. لا لا مهم كان الكتاب والله. شوف شو عندك، هذا يقول لك يفتح مهارة الكامنة، هذا راح يزيد لي الفلوس ويزيد لي والادوات اللي تطلع من الاعداء. هذا راح هاي حركات بكل اختصار، حركات ياب حركات حركات. اذا خلينا نشوف، اريد ادوات من هاي اكتساب مهارة، اريد من هاي الادوات. اقدر اتعلم هاي هسه، بس انا يعني هاي حلو عجبتني هاي الحركة، يعني الوانها جميلة ونطاقها واسع. اوكي وسريعة همه، هاي راح اتعلمها اللي هي هي والله اللي هي هاي مو ياب هاي، فلازم اتعلم هاي اول شيء. هاي تريد 4 وهاي تريد 3، يعني 5 6 7. بالحلقة الجاية تلقوني ماخذ 7 من هاي، بس هاي بنفسها هم تحتاج 9. وات ذا هيل، هاي تحتاج الله 5 تحتاج، الحمد لله. بس شنو فرقها عن العادية؟ يفتح استلال القطع المستسل متسلط اسلوب سري، السيف القاطع يستهلك استعمال الرمز. يعني والله ما ادري، هاي مبينه حلوة ياب، بس هاي راح تجيب نهاية اول شيء. يا اخي مكلفات مكلفات. اوكي نشوف شكو هنا، ياب كانت اكو لما كنت فوق منك شفت اكو شيء هنا. سكر اكو، وين نريد نروح هسه؟ حصلت على الاسطورة هسه. وين ياب هذا؟ يا اخي شوف الالوان، هاي الالوان الوان الرسم، الوان الخط او الوان فرشاة الكتابة مال اليابانية. اوكي طرف وعشينا هاري هاري. ما الذي يحدث هنا يا شباب؟ اوكي لاحظت انك هنا ايضا، انا منشغل بناحية بوذا الخاص بي. مديم ذراع شينوي مخاطبة، ما يريد يحكي. نعم صحيح صنم بوذا سمح الوجه، والله قتلتنا بيه من بداية اللعبة تقول لي سمح الوجه.
سيد الذئب، أنت هنا أيضا، دائما ما استمتعت بالصوت الصادر من عملية نحت بوذا، لذلك فأنا أزور هذا المكان من حين لآخر. ياهو ياهو، عدهم شي ذولي. أعطاء بذور؟ ما عندي بذور. ديوا جاي نحت بوذا، ما تنحت شي. هب كذب علي من هاي، هالحكي مو علي، حكي مو علي هذا. أوكي أقدر أسمعهم. آه يب يب. في يا إنسان الغاب، وات إنسان الغاب، القوة المركزية حاضرة. هي فعلا لا يغيرون من طرقهم الملتوية. هل لازلت ألسنة اللهب مشتعلة؟ إيما الجواب على ذلك لن يتغير. حتى لو نحت أصنام بوذا إلى الأبد فإن نيران الحق ستظل مشتعلة. قصد الشورى اللي بداخله، هل أبقيها تحت السيطرة؟ يعني يا إنسان الغاب، لا قصدها السكيجو. الوقت المناسب إذا صرت شورى ما تريد تقولها، لأن هذا بمثابة الأبعد. عندي بوذا أنحته وداعا. هو قللها وداعا، كان يريد يطردها يعني، او يريد يقللها روحي، ما يريد يطول. هو انسان منطوي بس انسان لطيف بنفس الوقت. اوكي هسه اذا حاجيتهم هل اكو شي؟ لاحظت انك هنا ايضا. اوكي تشي تقولين سيدي ذئب؟ ما استمتعت طبعا. هاي من كانت صغيرة ايما هي اللي قلت هذا الحجي انه يصنع لها لعابات حتى يتعود على الايد الاصطناعية. اوكي ما ادري هاي قصة هيك سمعتها. عندي فضول. القوة المركزية تقصد الحكومة المركزية دزت جيش لهاي المنطقة تريد تغزوها. اوكي فيا سوي ريسيت. نايس. اوه يا ابو بحده بحده. لا اسمع ماذا ستكون انت من سيقتلني؟ اوه ما اللي تتكلم عنه؟ لا اصدق اجبرها على قتلي، لا اعتقد انني استطيع تحمل ذلك. تانم اوه تقديم ذراع الشينوبي. أصنام هي كل ما أستطيع نحته، لا يريني الخشب إلا تماثيل بوذا ذات وجوه حانقة. وأنا لا أستطيع نحت إلا ما أراه. كان يقول، كان قال سمح الوجه، ما أريد أعصب. يقول أنا جاي أصنع تماثيل بوذا وكلهن جاي طلعن بوجوه يعني بتعابير سلبية، يعني غاضبة أو حانقة. ليش؟ هذا جاي يسوي تماثيل الوجوه اللي هو شافها، هو يشوف أرواح الناس اللي قتلهم، فهذول بمثابة الناس اللي هو قتلهم. أوكي فهذا سمح الوجه من غير شو اسمه، من غير نحات. يقول هو اللي حته شخص نحات حقيقي. يقول مخاطبة سأموت من العطش. خليهم ذراع شينوبي. تركيب أدات؟ عندي أدات، ما عندي أدات ترقية. هسا عندك هذا، شين الفرق عن هذا؟ شين الفرق عن احتار شي اختار هذا وهذا؟ والله هذا ممتاز. هذا اي نختار، عندي كود موارد. يب هذا شقد، هذا يحتاج من هذا اللي ما عندي بس قطعة واحدة من عنده، فلازم ادير بالي. هذا يب يحتاج من هذا البارود الاصفر، نستخدمه ليش لا. نعم هذا شيني. اوه سامي عنده فتاة يستهلك استعمال رمز الروح وتملأ بركات العنقاء المظلة ما يمنع الضرر من الاعداء من نوع الاطياف. هذا يحميني من التيرر، من الهيدلس. ممتاز، هذا يحميني من الضربات الهيدلس، لما يضربوني يطلع لي بوستشر جوا، واذا ضربتهم راح اضربهم بحركة شو اسمه تسبب لهم ضرر. نفس الديفاين كونفتي، هذا الديفاين كونفتي على المظلة خالين. هذا شيني
يا اخي ما اذهب هذا على شغله ما تستاهل، اللي هو هذا مال قبور ما ادري شلون، لك واحد يحتاجه والله. اوكي ما حد يحتاجه صدق. لا هذا يحتاج، هذا نانه. شيش شنو هذا؟ الو واي شغلات جديده علي بعدي. اقدر استخدم هاي بس ما من امها فايده حسن، فهاي احتمال اسويها. هاي مبينه اسطوريه، هاي اريد انها همي انا، هاي ما اريد انها بس اريد ان هاي. فعلى المدى راح اطور هاي، طور هاي اعتقد نطور هاي ليش لا. نايس 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 العزيز. نعم صحيح صنم بوذا سمح الوجه الذي تراه هناك. خلى اسمع ايش يقول عن سمح الوجه هذا. لا تعبث به. What the hell. المهم يقول هي ايما تقول هل شورى بعد بداخلك متأجج ويريد يظهر يعني خليك مجنون. يقول جوابي ما راح يتغير، يعني هو ضال هيك شيء. فهي قالت لما يجي الوقت المناسب سوف يعني سوف اقتلك بين قوسين، تتحمل هالمسؤولية. او هو يشوف بانه هذا الشيء قاسي عليه، على المدى قال لي انت اللي راح تسوي هذا الشيء. هذا الفأس المشتعل اعتقد اللهم نفس هذا، بس اللهم انه مشتعل. هذا شو الفرق هذا مدري بعد شيني شو اللي طورت. اوكي طورت هذا، من شفت هذا عدل صدق. شوف هاي خلي تشوفه نايس. هسه هذا هذا بس يحرقهم يعني تأثير إضافي. هذا شيني هذا إذا دست احنا بديست مرة ثانية، إذا ظليت ضغط هيجي. اوكي دايم والله واه شكله حلو هذا. اقدر اسوي هيك، شوفوا النيران البنفسجية اللي طلعت. هسه اذا دست كليك ايسر تأثير ديفاين كونفتي. دايم 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 دايم. بس نحتاج هسه نغير. انا اريد اجرب اوكي الرمح على العزيز. الطبر والمظلة مبين تأثيرها، بس الرمح شنو تأثيره؟ اوكي الرمح الثاني شوفه، هذا الرمح الثاني. اوكي يا بهاي نفس الشيء. هل لا ما عندي شيء جديد بعد، يب بس ذني. طبعا كل الادوات عاجبني صراحة، بس يعني كل ادات ولها سكر. اوكي ما الامر. اخبره عن السيف القاطع. خلينا نقول السيف القاطع. ماذا؟ انه حقيقي. هل تعتقد انك تستطيع استعماله لانهاء لعنتي هذا؟ يريد يرتاح هذا المسكين. قبول. سوف افعل. شكرا لك. رجل بمثل مهاراتك يمكنه وهب طريقة موت رحيمة، أليس كذلك؟ اترك الأمر لي. ما كسر. علي تقديم شكري لسيكيجو. سأستعد للحياة الأخرى عندما ترى المرة القادمة سأكون مستعدا. حلقة اليوم كلها قصص. سأستعد للحياة المرة. كنت أريد أجرب عليك الرمح. حسن انت شيري مجرم، انت صندوق فارغ. الزلمة يقول لك اريد اموت ارتاح حتى تيجي تطقه شيني. هذا اعتقد نفس الشيء. اذا ظلت ضاغط دائري طقه، الطقه الثانيه اقدر اسحبه. بس اللهم يعني مشتعل. ثاني شيني الثاني مجربه. يابي جربت كل شيء تقريبا. نسوي رفش. حلقة اليوم يمكن كلها سوالف، بس سوالف مهمة الصراحة يعني. قاعد. هل اسويها؟ اريد اخلي شينا، الصندوق فارغ حاليا. اريد اخلي شينا يمكن يعني. صديق.
أستطيع أن أموت أخيرا بإمكان العار الذي سببه عدم اتباع سيدي إلى الموت أخيرا. كاكوغو. هل أنتم كاكوغو؟ سوكوموتوني كيراريتاي كيراريتاي شوتي شوتي ياري ياري. أوكي بسم الله. لازم نطلع الدودة. سربا دا كله من هاي الدودة. شوف شين عنده. السن الخفي، سن اصطناعي معبأ بها عقار شينوبي سري ازرق اللون، يمكن استخدامها بشكل متكرر. اسحق التركيبة الزرقاء بين الاسنان الخلفية للموت كما شئت. من الممكن ان تكون مفيدة في مواقف معينة، معلومة بديهية بالتأكيد، ولكن الميتة الاولى عادة ما تكون هي الاخيرة. علاكو شينا بندق فارغ. هذا اداة وين هو هذا اسوي هيك؟ هل استخدمه؟ خلينا نجرب هيك. هي هاي من اقدر اقوم؟ يلا اقدر اقوم. نايس. هاي اذا انا اريد اقتل نفسي يعني. خلينا نقول اقدر استخدمه مرة ثانية عادي. وينك؟ يابا اقدر استخدمه مرة ثانية عادي. ما ادري شنو فايته صراحة، ما ادري شنو فايته، بس انا لما متت ما اخذه من عندي من هاي الدوائر الحمر. فما ادري والله. نسافر عندي هواي مناطق اريد استخدم بيها هاي القدرة على التلاعب بالبشر. صدق، خلي نروح للطفل المسكين. انطي هاي الشغلة اللي نسيت اسمها. يابا خلينا نروح للطفل. شوفون هذا الطفل. راح احكي له. ولا ايجاد الزهرة ناصعة البياض. يمكن ان تكون اعطاء المروحة الحمراء والبيضاء او اعطاء المروحة البيضاء. هو شنو يريد؟ هو يريد البيضاء. بس اقول لكم شغلة، اذا انطيت المروحة البيضاء راح يتذكر بانه كان طفل مثل بقية الاطفال، بس بقية الاطفال قصتهم الحزينة بانهم ماتوا يعني. فلهذا السبب راح يقول لا خطية اريد اشوفهم، ارسلني لهم. يعني شلون يطلب من عندي اقتله؟ باستخدام شني؟ انه هو سمع اسطورة تقول بانه هاي الاداة. وين هي هاي الاداة؟ هاي اذا سويت هيك مرة راح اقدر ارسله الى العالم الاخر، الى الجنة او هيك شي. فراح اراويكم شنو يصير بعد ما اقتله. اوكي، تتذكرون هالمكان على اليسرى موجود صديقنا بعد ما استخدمت بعد ما انطيت الوردة البيضة واستخدمت الاداة. لا هذا ليس صحيح. هذا الرجل اعرف بانه نظرته حادة، لكنه رجل طيب. اعتقد يحكي عني كوترو. سيدي، انا سعيد بانك قد اتيت. انظر الى هؤلاء. يقول السيد نينجا قد اتى. الاطفال حيوه. اوكي، حيوه بشكل جيد. انت لا تستطيع رؤيتهم، اليس كذلك؟ انهم اطفال المياه التجديد، هل يجرى عليهم تجارب؟ نعم. انت لا تستطيع رؤيتهم لكنهم هنا. انهم اطفال لطفاء جدا. حسنا، اذا يجب ان اكافئك. يب، اعطيك شكري. خذ هذه. تارو فارسيمون. ما بيقرا. طبعا المقطع ما اخذ من اليوتيوب. اوكي، سو ماتش، شكرا جزيلا لك. ما اخذ من اليوتيوب بس حتى اراويكم شو راح يصير. اوكي، هسه شفتوا شلون رحت للعالم الاخر يم الطفلة السماوية او العالم بوذا او هيك شي. القصة حزينة نوعا ما، بس انا شنو اريد؟ اريد انطيه، راح انطيه الحمراء والبيضاء. مو هو اللي يريدها، لا، الحمراء والبيضاء. شي راح يصير؟ هل هذه ما تبحث عن؟ هذه زهرة حمراء وبيضاء.
أنا أبحث عن زهرة ناصعة البياض. ماشيروي وهنا جايو. سوكا. ديمو. لكن أنت تحاول مساعدة. ساجستيكتي كلتان. حثت عنها على المود يا. أريغاتو نا. أوكي. أنت. إيشتودا. إيشتودا. ماشيروي وهنا. ناصعة البياض. أوكي. そうだ。飛んでいった。飛んでいった。うん。そうだ。真っ白いお花は飛んでいっちまったんだよ。ابتعدت عن بقية الأطفال. صار لها مصير مختلف. اقترح مكانا للسفر. شوف هسه أنا ما راح أنطي البيضاء. إذا أنطيت البيضاء راح أنجبر أكتله وأدز لذيش المنطقة اللي راويتكم إياها. اقترح مكانا للسفر. اقدر استدرج للديسم المهجور حتى هذا الجراح يجرع يتجارب ويبهذله، يعني هو قلبه ابيض المسكين. هسه راح اقول اخبره عن انا ياما اللص البائع. هذا التاجر طلب من عندي شخص طويل البنيه ضخم حتى يحميه وحتى يساعده بالتجاره، فراح اقول له روح الغنى ياما اللص البائع. هناك لص بائع اسمه أنا ياما قرب قلعة أشينا يبحث عن المساعدة. هل ستساعده؟ عليك مساعدته. هو ثق بي. والله صوتك ما يطمن خراب. هذا جميل. فلن أكون هنا. لكن أنا وحيد للغاية. سابيشيشينا. يوش. سأفعل ذلك. سأذهب. هنا. اتمرزو عليك فعله. انت رجل طيب بالفعل. انت قلبه ابيض هذا. ايش تدا اوكي طرافو ايشنا ليش العزيز. ما اقدر انا تفاجأت من شفت الديتش. تدرون لو لا اريد نجرب عليه حركة. الحركة الجديدة ديش والله تعجبك الحركة. شوف 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 شوف. ليش؟ لا ليش؟ شو تريد؟ هذا هو الطفل. اوكي. شينوبي سان. استاذ شينوبي. هوني. انا يا ما لرجل طيب. من عيونه مبين طيب وجهان لص. طلب مني الحضور الى هنا للحداد على اولئك الذين ماتوا اثناء القتال. ننزع الدروع ونطهر الجثث ثم نحفر قبور الملائمة. في هذا الزمان الذي نعيش فيه لا نرى عدد كافي من الجنازات اللائقة. هو جاي هذا اللص يطلب من عنده انه ينزع الدروع ويدفنهم دفن مسالم، بس هو هذا نيته انه ياخذ الدروع وهذا ما شايف بانه هو لص. خليه سيد الوالي لديك عين تاقبة يحليلهم. وجدت العين ممتازة. هو ليس قوي حسب إنما لا يمانع له بالجثث. يضلك أصوى لدي. هو جاي خدعة. استغفر الله. شوف شين عندك بالله. ولا بشرفك. خردة حديد عندي طن من عندها. هاي عندي هم طنين من عندها. هاي هم عندي طن من عندها. هاي ممتازة. اوكي ثلاثة. ممتاز. اريد شي ثاني. عندي طنين من عندها. بس هاي. قلبي. خلنا نشتري ذا الاثنين. 2000. يا رجل. بعد التعب. ياب خلينا نعوفه. فضلك تطير الأرباح. مهم يوم قريب سأكون التاجر الأعلى عشان أنا في أكل أشياء يضاق يوم ما سأستجد في اللحظة. كتور ذلك يا عجب. مايح تنح ما داك تقرزي كتور. قال له اعذرني، يعني شغلتك داتشة يعني. هذا المسكين جاينها بالجثث وهو ما يدري. هو جاي يقرأ عليهم الفاتحة وش اسمه وهذا ياخذ الدروع. بس احسهم يناسبون بعض يعني. هذا ما عنده مكان، هذا الطفل وحيد ما عنده مكان، فيروح لذاك اللص او التاجر. حلقة اليوم هواي سوالف وهواي حكي، بس يا اخي حاليا مستمتع صراحة. ولا انسى اجرب الادوات الجديدة. هذه اداة جديدة نايس. هذه 3 نجرب هنا اول شيء.
الحجية أول طاسج أكشجا أرز نعم انطيني أرز أعطى الأرز والله ما أنطيها أرز ما تستاهل أنطيها أرز حتى تنطيني تلميح أمزل ما دمجت تولي تولي ما تستاهل يا أبو الحمد لله ما تنعاد ما تنعاد كرة نايس نايس يعني نايس نايس أكشجا تريد تنطيني تلميح بأنه ترى أوه ما شافني ما شافني العزيز ما شافني ابلع لا لا لو متحكم بعقله راح ينطيني خردة حديد والله كان ازعجني لو شافني حركاته مرنة خلينا نشوف شنو عندك كوكو صوتهم مختلف ترى بين بائع وبائع صوتهم مختلفة شنو عندك ابو محمد عنده هذا اللي عندي اياه هواي اوكي قول هذا مهم نايس ما جاي يحصل من عنده هذا الاصفر نايس 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 شيشاغ اصواتهم مختلفة نتمشي سريع سريع ماكو لوت يعني اخذه اوه الحية واو ياهو شافه اوكي ياب ماكو فايدة شيش يابا هنا لازم استخدم هاي الحركة الجديدة النينجوتسو محرك الدمى يابا نسوي هيك حرك عقله شوي دغدغة شوف وش الشي راح يسوي هاي الحركات شايفهن يعني محروق يعني كل شغلات نجربها من قبل اوه يابا راح ينتبه للقرد وانا اقدر اوه ما شافه اه يابا ما تجيب ما بعيد عني ما تجيب الاخر مات والله مات شبع موت يعني القرد المسكين شبع موت مو بس شبع موت ابلع شو السالفة بس دغدغتها يعني شوية لوت اريد اعرف شكو موجود هنا اوكي نفاخة مدري اوه شايف هيك تمثال من قبل المهم ثقاب احشاء افعى مجففة او مو احشاء انما قلب ثعبان كبير مجفف شبيه بالكاكي الثعبان الكبير هو هذه الارض يعتقد ان قلبه هو مكان سكون ارواح الناس بالرغم من انه يشبه الكاكي جدا الا انه في الحقيقة احشاء له حمراء على ما يبدو ان سكان الوادي الغائر يعبدونه والعياذ بالله هذه الاعضاء مؤمنين بانها تمثل ايه هو الشركيات في هاي اللعبة شيش اوه نايس نايس قلت ادور على لوت اوه هذا اللوت اوكي لوت نايس لوت الكثير ديفاين كونفتي اوكي نشوف شكو منا والو وانا اللي قلت مكتشف شيء جديد يابا في شيء فوق وات هذا قرد ميت لو سيمبو تيمبلز نايس اعماق اشينا نايس والله اوكي يا اخي اللعبة جميلة من هاي الناحية اوكي اقدر استخدم هذا تخيلوا اوكي ابلع خليني اشوفهم يتعاركون احب اسوي مشاكل هذا يفشر على امك تدري ولا ترضاها يعني ايه زلمه ايه رجال من رجال يلا طيب حظه مرات يعني ما ادري تعجبني اللعبه من هالحركه تعال فيني الاصفر ياب نايس على كلوت شباب راح يموت ذاك مات ذاك يب مات انا عليه بس استلم اللوت خلصت مهمتك يلا تقدر تموت تقدر اعطيني ظهرك اعطيني ظهرك مات والله هو تنقذ عليه فترة ويتوفى يعني يرجع لي الاكس بي يرجع لي اللوت مالته اوكي
رجال من رجال. اوكي. او ما الذي فعل بك هذا؟ قرد ضخم وسرع رقبتي. كوبيغا توفى المسكين. اوه القرد، القرد المزعج هذا. طبعا اقدر اخلص اللعبه بدون ما اخذ اقتل هذا القرد. ليش؟ لان انا اصلا جاي من هاي الطريق ومخلص شغلتي. شنو شغلتي كانت هنا بهذا الطريق؟ حتى نسيت. المهم فاوكي شباب، واللي هنا وصلنا لنهايه حلقتنا. اذا عجبتكم الحلقه لا تنسونا باللايك والاشتراك، واذا عندكم شيء تقولونه او لعبه تريدون نلعبها اكتبوا لها في التعليقات. نشوفكم باكر الساعه 7 بالليل وهي لعبه سيكيرو شادو دايت وايس. اوكي يلا باي.